فقرة رسائلكم بنبدأها مع رانيا بنت هدى مولودة ب 16 آب سنة ال 94. حابة تعرف بشكل عام العاطفة عند رجالها اثنين، رانيا رجالك اثنين، أول واحد ما بيتم معك بترجع تستقر مع الثاني، أمورك المادية ما بتحصل عليها بالهينة، اسم أمك هدى بتعبك شوي، بس رانيا عندك جبين جبين ملوك واسمك اسم ملوك، ما بنخاف عليك، أي شيء هدف بدك توصلي بتوصلي، لو بتعب دائما المحاولة الأولى ما بتزبط، الثالثة بتزبط، فما تتركي أي شيء من أول محاولة ما زبط تقولي فشلت، لا جربي للثالثة، حتى الثانية رح تفشلي بس الثالثة بتكسبي، على كل الأصعدة إن كان عمل وإن كان عاطفة، بس عاطفيا رجالك اثنين، بس يمكن يمرق بينها اثنين واحد ما يكون له أهمية. مالك بنت زبيدة 26/95 وطاهر ابن زهرة 13/2/93 حول عندهم. الارتباط، مع العلم انه هن منفصلين لهم 8 اشهر. هل في ارتباط اخر؟ بيرجعوا هول مع بعضهم، هول في سفر، هول ما بيعيشوا بأرضهم. اللي فرق بيناتهم هن مش اثنيناتهم قد ما هن قصص عائليه، بس في فرصة انك ترجعوا مع بعض، ما بعرف اذا طاهر عم بيسمعني او انت عم تسمعيه، وان شاء الله هو اللي عم يسمعني، لانه هو المشكلة من عنده اكثر ما هي من عندك، وانت عنيدة شوي وعندك عنفوانك وكبريائك، واللي عملتيه صح مش غلط ابدا، لانه الرفض مرفوضة انت، فهذا الرفض لازم تثبتي شخصيتك، بس هو بحبك وممكن يكون عندك فرصة رجوع، وانتم بيناتكم سفر على فكرة، حرام تتركوا بعض، لأنه في سفر وفي رزق كبير إذا رجعتوا أخذتوا بعضكم، في كنز إن شاء الله كنت عم تسمعني يا طاهر، خدها، لأنه في كنز من وراء هيدي الست تحصل عليه. حلو، هيدي في كنز. كنز يعني هلا ممكن هلا عم نشجع نحن، ممكن يكون في وجه خير كثير عليه أو يصير ما هي وجوه عتب. إيه وجوه عتاب يعني. اسمها منى، حامل بولد، حابة تساعديها باسم مناسب. أكيد بدها عطيتنا أيهم. أيهم حلو. بيرم، هاشم، أدهم، آزر، حمزة، واسمها هي منى. هاشم. هاشم أول واحد. أيهم منيح بس يعني شوي تقيل يعني على اسمك. هاشم فتح. هاشم هشم الرغيف، اي قطع الرغيف بلله طعمه للكل، بيطلع كريم، بيطلع رزقه حلو. هاشم ما بياكل لوحده، بده يطعم الكل اللي حواليه، فهذا اسم معنات هاشم. اوكي، هشم الرغيف اي قطعه بلله طعمه للكل القبيله اللي حواليه. هاشم لانه انت اسمك ضعيف وبتطلع على منا من هلا، او بتغيري اسمك ورد، او بتغيري اسمك روعه، او بتغيري اسمك اي حلا، بس طلعي لي من اسمنا حتى ما نأثر شوي على هاشم بأموره العاطفية، بس حيتأثر باسمك. بعثي اسمها فتيحة، مواليد 16/11/77، حابة تعرف عن الولاد، ما بعثي اسم الأم. هلا هي مش يعني ما حدد اذا عندها ولد او ما عندها ولد، ممكن اظن انه بدها هذا هو الله. يعني هو اسم الام لازم، يعني لشوف انا اذا يعني دائما لما اسم الام بيقولوا بشوف الخير من ولد او ولدين او شيء بيبين، بس فتيحه 100 فتيحه فيه، هيك ما بقدر اقول لك، يعني اذا عم بقول لك بدي سايرك شوي، بس خليني اعطوا لك فتحيه مش فتيحه، شيلي لي الحرف الياء جيبيها لهون عن هونيك، يعني شيليها من اليمين للشمال بتصير اضبط، فتحيه اضبط، وبعدين ادعي اذا مشان الولد ادعي، بس هي بتبعتي لي اسم امك لاقدر اشوف لك اكثر. إلهام من تونس، عندها أكثر من 5 أشهر وهي بتتصل، تحاول تتصل فيك. بنت مهرية، من مواليد 29/5/84، وزوجها عبد الرؤوف ابن سعاد. مساكين، هو شو سؤالها؟ بنتها شهد وابنها إياد فارس بتسأل عن كل شيء وعن الهجرة إلى كندا. بتطول هجرتها، بدها وقت كتير، بس صابرة عليها، حطي محامي. هي قالت اسم ابنها فارس، في عندها فارس، حتى ابنها اياد فارس. فارس هيدا بجنن، اياد بيتعب وبتعب. شهد، شهد بتعلم كتير، وهو اللي بيعيشوا برا، هو ثلاثة بيعيشوا. ليش عم بقول لك في حيصير عندكم سفر؟ قالوا انه هو ثلاثة ما بيعيشوا بارضهم، فالسفر موجود بس مطول شوي، يمكن تاخذ سنة سنة ونص، بس طولي بالك ما توقفوا الموضوع. اياد بيتعبك شوي وعائلته شوي صعبين، فارس ما شاء الله عليه بتشوفي الخير منه،
شهد مفتوح الرزق قدامها والسفر قدامها والرزق برا، وانت وزوجك بتتعبوا كتير، انتوا تعذبتوا كتير، وحتى المقربين لإلكم حاسدينكم وفي كره منه لإلهم، ما بعرف ليش، مع انه انتوا مش عاملين له شيء بس ما بحبوا يشوفوكم مع بعض. وانت ما شاء الله عرفتي كيف تربي ولادك، بس هذا فارس ما شاء الله، هذا بده يغنيك ان شاء الله، هو فتح السفر لإلكم. هلا بدي اقراها مثل ما هي بعتتها، لان صراحه ما عم بفهم عليها، عم طول ما بتعرف تحكي عربي منيح، وهي بالمانيا بتتابعنا من خلال قناه اليوتيوب. بتقول اسمها ياسمين، ياسمين اسم العمان، مواليد 6/7/83، اسم ياسمين واسم أمي. فماني عارفه ياسمين اسم العمان هل قصدها اسم امها الوالده؟ اسم ما يعني ما بفتكر في اسم هلا. ياسمين منيح، حلو هلا يمكن ياسمين. تكون ياسمين اسم أمي العمان، ما هلا بعرف، خلينا ما نحكي، في عندها غير هيك يعني. خلينا نقول على ياسمين احسن ما نحسب كل الحسابات غلط، انه اسم ياسمين حلو احسن من ياسمين. كنا عم نحكي من قبل كم حلقة، اسم ياسمين كتير منيح، دايما زرعي ورد الياسمين اذا قدرتي، اذا عندك هونيك زرعي حطي ورد ياسمين لانك حاملة هذا الاسم، لانه الياسمين دايما بفوت الخير على البيت، بفوت الرزق على البيت. ياسمين بتتعذب شوي من الرجل اسم ياسمين، ولكن على طول حتعيشي برات ارضك، ما انت ما بترجع على ارضك ابدا ابدا ابدا، ما بتشوفي ارضك، يمكن بالزيارات ما حتشوفي ارضك. اسم ياسمين بيتزوج بشوف الخير من بنت ان شاء الله، يكون هول يطبقوا عليك، فاذا ما عندك يون هلا هول راح يكونوا لإلك، هذا عموما باسم ياسمين. هذه مجموعه من المسجز المختارين، المزيد بحلقه الاسبوع المقبل. شكرا جمانة، شكرا لك، ونشوفك على خير ان شاء الله. ان شاء الله.